بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوش كبراياني برز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرو حفظه ربیع الاول 1427 کوچی برانبر به 15 نیسان 2006 در پشتیوان خواهی پروردگار دستکین در زنجیریک درس لعلم تجوید و تچاک خوندنوی قرآن پیروز اولی شدین انشاءالله لای خواه منو تو ماری بکین با هیوائی دوائی با بلاو کردنوش بشد انشاءالله و خلکانی تریش سودی لیور بگرن. سرتا امروکو پیشکیه وکو پیناسه وکو ری روی چی علمی تجوید باسکین انشاءالله لدرسکانی دا هاتوشا با شوی چی برفراوان شی کردنوی باسکان اخین رو. همو خوشکو برانی برزش آگه دارکین وکا امزنجیر درسا خوی شتی چی تحدید دیاری کراو و علمی تجوید خوی دیاری کراو، یعنی بو نمونه لو زمانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآن خندوا حروف قلقلة هر أو حروف قلقلة كيسل زمان يما 2400 صالي خنين أربع همان شوية لبرو علمي تجويد خوي دياري كرا وشتي محددة وكو ميرات واي وكو علمي ميرات ببي جدولة توزيع كري أمش بهمان شوية بوان منصة يالزم الصلاح تيايا لبر كردني هر أو يكا هر كسل لبري كري تربب عالم لتجويد عالم لو باسيا، وإن شاء الله هو دار ما مش من فشود ليش بين بتوانين اهتمامي في أبدينه بآرام بين هتاكو بتوانين توايب كين مرجيش نجاري وإنسان درس يكم ودوها مستهمي ورق ري آسانا للاي ما وي چند مانج يكهر لسر أم درسانا الروا تاش فتري چي تر درس كاني تري دواي تر ورق ري. علمي تجويد كبريتي اللي تشاك خندنا وي قرآن بشك لو علوم قرآن يعني كمسلمان لكونوا اهتمام يعني في داوة علوم قرآن زورن يكيد لو أنا بايخدانا بكو كردنوي قرآن تاريخي قرآن يكيد كتر بايخدانا بمصحف كانوا خدي تجويد علمي كتر كبيرة وتر الأحرف السبعة حوت بيتك علمي كتر كبيرة وتر أسباب النزول واتا هوي هات نخواروي أو آياتا شنكا وكو علماء اصول باسيان فرموا هوي هات نخواروي آيات اگر زان راو سندكي صحيح بو ابيب بشك لتفسير آياتك هروها زانيني مكي ومدني امش گرنگ بوي بزانين چه آياتك چه سورتك لمكة هاتو تخوارو چه لمدينة هاتو تخوارو هاتو تخوارو وحكامانش كلان ورجيجس چه انجا زانيني كفيوتر فواتح السور واتا سرتاي هر سورتك چون دسي پي کردوا علمي چي ترهي پي وترى علمي قراءات هرچن يسلم زمانيا كم بوتو بلان كميج بوتو طبعا نفوتا وشنك خوي بطبيعتي حال قرآن
به هر دو شوی نوسین لگل شوازی شفعی هر دو چی نو بنو لزمانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتوا چون که وکو اشکرای قرآن خوندن جبرائیل با پیغمبری خوندو علیه الصلاة والسلام پیغمبری با صحابیکانی خوندو یکی چی وکو عثمانی کری عفان رضای خواهی لبه خوندویت یا علی کری بطالب یا کعب یا هر یکی لو صحابه بر رزانه که خوندویانا گاندویانا بجیلی دوای اوان اوانش بدوای اوان حتاکو استای زمانی ایما ولا کردواریه اهتمامی پینی و کما اجینا حتا استا بسند بشوی دنگ نقل بیا لم عالم و بو او طلب لو طلب و کبیت و بعالم بو طلبی چی تر هر وها استاج مدرسه ایلا مصر و سوریا و مغرب و پاکستان و اندونیسیا و لهم دو ولاتانی تریش هیا هر وها علمی چی تر پیوتر ناسخ و منسوخ زانینی او احکامانی که هر لخودی قرآن که هیا علمی چی تر پیوتر الرسم القرآنی شوازی نوسین قرآنی اوش طبعا خوی استا لگل ام زمانی پیشکوتنی تکنولوژیا مهمتر بو بوی که بزانین ام قرآن چون هر و بسلامتی ما و بی اوی هزور دستکاری کردنی چی بسراحات بی علمی چی تر پیوتر محکم و متشابه علمی چی که او استا همو تان برجوتان کوتو پیوتر اعجاز قرآنی قرآن بچی معجزه لچر و یکوار یکل ایو لاینک بشکل وی هرزان که ام قرآن سرکی لوایا که هیچ کس تگناتو آن درستی که وکو هر ولو بزمانی خوی ولو لم زمانی پیشکوتنو کمپیوتر و لم زمانی تکنولوژی تازه یا به هر زمانی چی تر بتوانه کابره بزمانی خوی یا به زمانی که هم مسیطره بتوانه دایر رجه وکو علمی چی تر هی پیوتره تفسیر و مدرسکانی تفسیر چونکه تفسیرش خوی لخویا دی مدرسی تر هی که سبب تفسیر که آن لیک دعوت و مدرسه مثلا زمخشری غیر مدرسه قرطبیه هر دوشان غیر رازین که اهتمام زورتر به علم الكلام داوکو بیضاوی یکی وکو آلوسی اهتمامی به تاریخی زورتر داو ابن کثیر اهتمامی به شرح قرآن به قرآن داو پاشان شرح قرآن به حدیث داو اما به شوی چی گشتی پیانوتره علوم قرآن ام علمانه هر وکو اتمان بمشي ويا نقربون لو صحاب برزانه وبو تابعين واني تريش بو اني دواي خويا تجويد لا معروف يعني لسر وزني تفعيلة للرزمان واني ويا للرزارة ويا ومصطلحة بي او تري بيداني ما في بيتو صفتكي مثلا ما في بيت اويا كبلين صاد بس هين نيخويني نوا مثلا لا امال كردواريا لخوش ناوتي لشار باجر لسر دشت خلطيك بحا علين عين علي عج ملان كابراي ايراني فارز علي هج كابراي پشتون لولاتر وبربوسري باكستان وناو افغانستان بيه وتري خج شنك اول بسم الله الرحمن الرحيم حاكا كابخا اما حقي حرفكي هرنا داوتي يعني خوي مخرجي خوي لو شونيك في ويستا حرفكي ليو بي او نيوتوا جوهم صفتي شي نوت وصفتا كاني شي بونمونا شربيكا يان بأسبائية وتري يان بصوتيكي جهورية وتري يان برزة كريتوا اوش بيه وتري صفتا كان يعني مثلا اگر منوتم السماوات ونازانا من الأخيرة وتم كافيا وتم تا بلا ما قلوتم السماوات توزيت كزياتر هوايك هاتا دروا طبعا وكسانيك النزيق ابن عادة نزياتر زانا لو كاتهست بيكا اما وتويتي تا نيوتوا كاف وتأوصف تانان بوتر مثلا هر أو صادا هدر ألف بدوايا هاد بطبيعة حال صادا كفت حيلة سربية أو كاتالين الصا أو بوشي قال وكري الصادقين والصابرين أما أنا في وتر ما في همو في تيك الدعوة وصفتك شيء أما في وتر علم تجويد علم قراءات شو وثمان كشيء مشهورة بشر که هر لحی قرآنی که خندرا و اهتمامی که زوری پیدرا و لحدیثی پیغمبری شا علیه صلاة و السلام هاتوه وکو حدیثی بخاری طبعا حدیثه کان زورن لبخاری لمسلم لنسائی لهموی عن لسر ام موضوعی احرف السبعی هیا چون که علاقه با قرآن و مهمه ام حدیثه که ارتعی خلن موا اما لبخاری هیا جمعه 2241 لعمری کری خطاب و رضای خوالی به اجارت و افرمه
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. عمر يقول خطاب رضا أخوة اللي بيفرمي سيدنا كر هشام كر حكيم بشوي كتر إخوانا سورة الفرقان إخوانا بلان بشوي كتر غير أويك من خوم جملة بولا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بويا فرمي قرت مبردم بولا پیغمبر عليه الصلاة والسلام فيمدتم أي پیغمبر إخوة أما بشوي إخوانا غير أويك جنابد بمن تخوين دوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی ارسله، یعنی دسیله برده برالایکا فرمو بخوینا اویش خوین دی هشامی کری حکیم که خوین دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی بله آواها تو تخواروا که منیش خوین دموا هر فرموی بله آواش ها تو تخواروا قرآن على سبعة احرف ها تو تخواروا لسر حوت فید ها تو تخواروا فقرأوا ما تيسر منه ایوش او اندی اتوانا قرآنك بخوينا. أما حديث بخاري بو أحاديث تر طبعا زورة أحاديث هر لسر خدي قرآنك كبيغمر عليه الصلاة والسلام مسلمان تشجيعك لسر خيركم من تعلم القرآن وعلمه لبخاري ومسلم يا أن جاءوك سيكوائي خينة شندر جي برزة. أما أنا طبعا هم معروفة يعني إنسان هر كسي كما شاي قرآن بك أو أني بو رون أبيته بلام آية كأفرمي على سبعة أحرف خويتيا أحرف معروفة جمع حرفة حرفي بمعنى ترفي اشتاك كناري اشتاك روخي اشتاك لواري اشتاك قريتوا او بيوتر حرف كيصير بزماني خمان الله ام بيتانش بريتي الا حرف كان او حرفانش طبعا لقرآن كهاتون وكو خنوي قرآن مسلمان طبعا شن آرائي كان لسريه بل ان جوان ترين رأي ويك امام الرازي شرحي كردو اويك يكم اختلاف الاسماء ناوكان لقرآن كا فرقي أبي بتاك يان بو تمثنى دوانا يان بو بجمع وكو خواي قرا فرمي سورة مؤمنون والذين هم لأماناتهم كآواي فرموا لقراءة شترا لأماناتهم بمفرد هاتو مثلا أمريكا كالويكا سبعة أحرفة دوهم لا دارشتني وشكا فيك هاتي وشكا وشيوازي دارشتنكي رابردوا يان داخوازي وتفعل أمره وكو فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا فقالوا ربنا رب فتح إلى سرى يعني يا ربنا منادايا يعني باعد لمباعدة وهاتوا مفاعلة بلان لقراءتي شترا هاتوا ربنا بعد بيننا يان باعد بيننا هم جار فعل ماضيك أمرك باعد وبباعد بيننا يعني دوري خستوى بفعل ماضي يان بعد بيننا بشوي مضاعف العين في وتره بمشوي خنرات شوازي شتري أنا ويا جوري شتري حرف كان شوي إعرابي كيف فرقيها مثلا لشوينك راء مرفوعة لشوين شتر فتحي لسرى لبرو ناهي لا ناهيها تبدوها بونمونا يعني هندك شد لو بابتك بونمونا ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد المجيد أبي بصفته بخواي فروردقار بلا ما قلوت من ذو العرش المجيد المجيد أبي بصفته بعرشك أوجنا سنجور اشترى حركاته سكناتي خدي حرفك شوارم اختلافك هي بونمونا لزيادة كمي حرفك مثلا وما خلق الذكر والأنثى كخلراوة الذكر والأنثى فينجم اختلافك لنواني تقديم تأخير وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت مثلا هندي قراءات هيبوشي وإسا دي مثلا ويكا كام بوش قراءات الخوي قبولة
يان يشي شي تري ام بيوتر الاختلاف والابدال ابدال واعلال وما نشتك لصرفه هي كحرف قبل ربع حرف يجيك وهروها بوشوي بلان بشوي قشتي بويزر زور نكوين الناي ودور ودريش بيتو او الين كهر يجيك لم قراءتانا سيمرج شرطك بيان قريتو بو او يبرين ام قراءة صحيحة يعني طبعا دبرو يا ملك بردواري عادة هر يجور الشوي قراءة من برجوك بس خلشك لمصر جياوة يا اتشي بو مغرب يا لمغربي يا لإسبانيا جي مغربي ليا يعني خلشي شي تركيا شدا مزقوتك ومغربي ليا سيركا قراءاتي اوان فرقي هي لقال اوان لبرو اوان قراءاتي لسر شوي شي تريخ لن غيري اما ايما كراها توين لسر حفص وعاصم اوان قالوني في اوان ورش نسيني قرآن كبوشي مهم هو الشرطي يكم وكو حديث أبي صحيح بأما السندي جيش تبيته لويك تا أو زمنيك تدوين كراوة وكو شون حديثي بخاري بونمونا تدوين كراوة تواوي ترتومار كراوة بمشي ويا سند كاني معلومة لتشي لتشي الروايات كردوا أماش بهمان شوي في يسا سند كي معلوم بيه تشي لتشي الروايات كردوا هتاكو أقاتو ببيغمبر عليه الصلاة والسلام أما في أوتري صحة الإسناد هر وقت سندكي صحيح بو قراءتك صحيح جوهم أبي بشوية قبل الرسمي مصحف عثماني سيدنا عثمان رضي الله عنه بك شش داني هشت وهي مصحف كان هم يكردون بيك أسلوب وشوة بويكز جواز جواز نيخوينتو شنك هندي عربي شابون كبون منو أيان خوينو أيانوت عتا عين يعني حتى حين هندي حركة ناوا قوري طبعا أنا جو كل لهجاتي عربي لنا أخوانا فرقنا بوكو هم زماني شي ترك فرقي هي أقر موافقي يتشغل رسمي مصحف عثماني بو اوش ديسان هر قبولة سهم مرجئ ويك مطابق زماني عربي به ايتر بهر شوية كان بيه بو نمونا مالك يوم الدين يتشغل خيونته بولا مالك يوم الدين فرقناك شنك مالك بنسبة اخوائي فروردقار وهم خاونا هم مالك هم ده صلاة دارة توكو بشرنية بشري واهي مالك بلام مالكنية خاوني دولة من دي زورة بلام حكمناك هي حكمك بس خاوني موكو مالك زورني يا مالك وكما أوروبا يعني كمثلا الملك يعني هي بلام ده صلاة يوان دنيا يعني ملك مالك يوان ده زوري نية أما أنا بشرط كلفنا ده كان طبعا هم يهبن وكشون لعلم حديثة مصطلح كان زارا وكان شرح كراون لعلم تزويدش لقراءاتش لعلوم قرآنش أما أنا هم شرح كراون هنك شون لو الحديث هم أنا فيه وترى متواتر بون من حديث يكتب يغمر عليه الصلاة والسلام لكاتي دعاء كردنا دستي هالبري وبو أرسمان أما حديث يكتب متواترة متواتر يعني كومليكي زور زور صحابة الرواية ينكردوها كومليكي جنجا كومليك لكومليكي تري الرواية كردوها ممكن نيا متفق بوبا لسر درو كردن لسر أم حديثة رازنية وجرابيت يانوا أو فيوتر لا يمكن تواطؤهم على الكذب يعني لا شرح حديث شواء أو ترى أما فيوتر متواتر وكو قراءتك وإما مشهورة لنا وكرد غارشة كإخواني يجي شتر فيوتر مشهورة ويا سندكي صحيحة بلام نقيش توتا درجة تواتر بلام هربة في زماني عربي وفي رسمي عثماني يعني أحد أما درجة شتر إخوار وترى سندكي تواتر راستا بلام مخالفي رسمي قرآنيك يا مخالف أسلوبك عربية هيني فصيح وأشكرا ومشهور أو شون شاذك كوتو بشويك وشون يتشق لو قبيلة عربية أنا لحدود يمن قصيب يكردوا نقوك وويك قريش قصيب يكردوا انجا طبعا شاذي شيك ومخالف من بيكتر موضوع هيا كهر أصلينية مثلا كابراك بشوي لحنك هنا يتيوبو خوي خرنجتي قراءتك نايشي لنا قراءتي قرآني أولا طبعا قبولناك أما بشويتي قشتي بيوتري قراءات عند أواني كوار روايات كان ينكردوا هروكوتم هيا للنافع وليقتوا نافع كابرايك يقولي رش بوا خلقي مدينة بوا بلان هيتس كسك وكو أو قارئ قرآن نبوا قرآن خرن نبوا طبعا ما يسكالين قرآن خرن زور بشويش يكينوا فلو زماني كوترا قارئ يعني يكي وكو نافع حفتا صال ببي منافس لمدينة قرآن وان بوا يعني هما علم قراءات وعلم خندلك ونطق وبلاغتي ومشتكي وهذا نيوة طبعا صالي صف الشصنوي هجريا بإخوة كردوا يعني تيكي وكو كسائي كتلبي خليل بن أحمد الفراهيدي خليل بن أحمد الفراهيدي صالي صتو بنجاي هجري كوشي دعاي كردوا صتو بنجاي هجري أسهزار وشعصتو بستحوتا
خليل بن أحمد الفراهيدي قاموس يشيشيه فيلا العين حوت مليون ونيو كلمة يعني حوت مليون ونيو كلمة يعني كأسطى طبعا همو معجمة كهمو يشافنا كلاوة هندي قلن تجويد علمي تجويد أم دائما ذراندو خليل بن أحمد الفراهيدي دائما ذراندو كما مستاي كسائية كيشك القراء كان وهروها ما مستاي مدرسة بصرة ومدرسة كوفية لزماني عربيشة نافع صالي سطو شصنو هجري أم لخواي كردو أنجا قالون هيا كصالي سطو بيستي هجري لدائق بو صالي دو سطو بيست أم لخواي كردو سط صال جيا وأنجا ورش صالي سطو بيست لدائق بو سطو نواتو حوت أمري خواي كردو أبيش حفتا حو صال جياوة نجا ابن كثير لبيش أوانا أبو تلوبين صالي تلوبين هجري لدائق وصالي سطو بيستي هجري كوشي دوائي كردو وهروها أمانة في أنا وتري حملة القرآن أم حملة القرآن أمانة هميا هر هل قري أو قراءة بون هر يكبر رقائك قيان ديوتي بوانيتر وجبة ووجبة لخوشان ورقبتو بويا هندي كاس كاستات ما شاي قراءتي قرآنك قدري او نازن او نازن ام قرآن اصلا شون هاتوا بلان استا يشك توزك دراساتي قرآني هبه هس بواكاتن قوري بون من استا للسعودية شوار طال طلبك بس علمي قرآن اخواني كلية كيبنا كلية قرآني كريم لشوني شوكو جامعة القرويين لفاس شاري فاس لمغرب كلية كيهرناي كلية يا كوليجي زارا وكاني قرآن هذه مصطلحات القرآن لبرأوش طبعا بشكل لو علمي قراءات وتجويد أما طبعا بوي باسم كروكو مقدمك بوي اهتمامي بيبدين بزيني كشتكش شن مهمة يا مخوش معنا باهتمامي كباشي بيبدين أما بالنسبة آدابك ولسر أو دابو نريتو صفتاني كإنساني قرآن خرنا بهيبه كتاب لرسل عوهن إمامي النووي رحمة إخوالي بكتابيش نسيو بناي التبيان في آداب حملة القرآن إمامي ابن القيم رحمة إخوالي بكتابيش تري نسيو هرلسل عوه مهم هو يا إمام هسب يبكين كأو كسي قرآن أخواني أجرو درجي زور قولي الله خواهي فروردقار شكو خواهي قولي القرآن وصفي كردوا مدحي كردوا ففرمي إن الذين يتلون كتاب الله أو كسانيك تلاوة قرآنك وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أما نبرا سي تجارتك كقد زياني بسرانايا قد إفلاسناك ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور رحيم خواهي فردقار أو فاداشتي أنا داتو كسيك شخواهي قرر فاداشتي بداتو يعني خواهي قرر هم بالرحمة هم فضلي زورة هم بخشندية زور زور لفضلي خواهي وفاداشتكي أداتو باشترين رقابو قرآن ورقلتن فير كردني خلشي تريشة إنسان دائما أو اندي لتلباتي فير بلا ما مستعديش فير بيتو طبعا هو بالنسبة هم علمك وواهي في غمرش عليه الصلاة والسلام كأفرمي لحديث بخاري ومسلمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كستانو كسيكا قرآن فير بيو خلشي كش فير كاتو انجا إنسان فعلا علمي تجويدش خوي واهي كتو يجي شتر فير كيتو بردوام خوشت با اخي زورتر في هدي لسر زمان الدي بردوام لمشك ته ترتيبه بيتوا زياتر حفظيه كي زياتر شار زائي بيتوا انجا بو تشجيع كردن في غمر عليه الصلاة والسلام لحديثي صحيحي بخارية فرمي وكو حديث عائشة رضي اخوالي بيفرمي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به او كسيك قرآن اخواني وتيايا شار زائي وبسبورة مع السفرة الكرام البررة أولا قال خاني ملائكة كان للريز قدر احترام ملائكة فرود قال للريزي أو ملائكة برزان والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران أما أوكسيك قرآن خيني بحنجي خيني بيت وسر حرفك مثلا إخواني الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم أو اندجر كتكرار يكات وأفرميه وهو عليه الشاق كما رحت شتيايا له أجران أما دو أجريها لبرو براسي شتيش زور قوري إنساني مسلمان اهتمامي في عبداء أو أجرشي دفك بايا كم جاريش بوشي ويبيع بلان ورد ورد شار ذابه تاتش تريزي أو السفرة الكرام البررة خواهي قرر ايما شوير بخاطر ريزيانو
لحديث كتير في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي حديث أنس طبعا كباسي أنا كان هذا صحيحا أمان كإلمه بخاري ومسلمة لأبو موسى أشعري والرواية كرا وحديثه مشهورة فرمي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة أو مسلمانيك قرآن خوين وكو برتقالة قوية أترجة جولك لو حمضيات أنا برين وكو برتقال يعني وكو لا لنجي يعني وكو ألوانيك بوني شي خوشة فرمي ريحها طيب وطعمها طيب بوني شي خوشة تامي شي خوشة ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أو مسلمانيك قرآن ناخوين بلان طبعا كارو كردو كاني بفي قرآن الرواب الرواب مثل التمرة وكو خرما وكو دنك خرما بونينية بلان تاميشي شيرينو خوشي ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل وكو حنظلة وايا في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر أو وكو حنظلة نباتك روجك وكو بلالوك وايا بلالوكي لا يخومانيان قوير هم بوني ناخوشا هم تانيشي طالة فالحنظلة بيه وترى جن بكاري هنبو شير برينوي منال ايدا لسري ممكي خوي ودوعي كمنال كاي مجي زور طالة لدنيا يعني. اما حنظلة بيه وترى أما بوين منبي غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أو كسيك قرآن أخواني وتيها أشار زايا وكو أتر جوايا وكو فرتقالة كوايا أو كسيك نايخ اللي بلام كارو كردوي فيك وكو خرما وايا أو منافقيك ناشخ وني وإيشي شي فيناك أو جوكو أو بلالوك طالوايا ويان وكو أو حنظلي وايا في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي لحديثي كتلا فرمي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فرمي أي مسلمانين قرآن بخلانا شنك قرآن للروجي قيامتها أبيبا تكاكاري خاونكاني أو كسيك قرآنك أخراني قرآن للروجي قيامتها أبو يبيتو بتكاكار قال يا ربي خوايا أما بردوام مني أخوين خوايا وأمن تكايبو وكم توجه لي خوش مش طبعا هالحديثي كي صحيح الرواية مسلمة حديثي تر طبعا لو بابته وزورة لو يكب مثلا بون من في غمر عليه الصلاة والسلام فرمى هركسك حرفك بخوانا لقرآن دخير يقا جاء فرمى لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أوش حديثي صحيحي ترمذيك فرمى من نالم ألف لام ميم حرفك لام ألف حرفك لام حرفك ميم حرفك يعني كتولي بسم الله الرحمن الرحيم سطونا ودخيرت بونس راوة الله يقول هو الله واحد سطو يانزا خيرت بونس راوة سطو دخيرت بونس راوة شمك أيوشان يانزا حرفة يعني تو بس بسم الله الرحمن الرحيم قول هو الله واحد سط خيرت استفادة كرت سجا يوك تو همو قرآن بخواني تشن بردوام يخواني أواني كالبرد كردون أو بتأكيد طبعا إنسان أجري شزور قوري دذكر قرآني في روز براسي بهاري دلا أرو كل دعايا هاتو خواه بي كي ببهاري دلمان خواه يورا رحمان تبكى بيشي كابا بهاري دلي إيمش بيكا با هاودنجي جيان مانو هاودنجي قبر مانو نوري دل مانو نوري قبر مانو بيكا بتكاكاري روجي قيامت مان بيغمر عليه الصلاة والسلام غيزي زور لو كسانا قلتك قرآن خوين بون تايبت من ديجي أداني شويني بوجيا أكردنا يعني لمجلسك يابلين أجولا خوي أجولانو فصحيش يكردو مجاليش يكردو بوهيش يكبيت تتنشي ولوانيك وحافظ قرآن حتى ك لمردنيش يانا كدواني بخستات وقبرك معروفة وش حديثك صحيح على جابر كرى عبد الله ورياه كرى وكفرمه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن لغزاة أحدا صحابة كان شهيد بون في غمر عليه الصلاة والسلام جودوا يخسنا قبرك وان جاي فرمه كاميان شارزان أو كاميان قرآن يزور تلبربو أو يعني أخست بيشوا أخست لحدك وبابلين قبرك في خواره تلقوري تشكي خواره اي خسته او انجا اوي تريشاني دائنا هربا مشيوه لبروا في غمر عليه الصلاة تشجيعي مسلماناني كردو بوي قرآن بخيرن سنك قرآن خيرن نكش خواهي قورو وصفي كردو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ام قرآنية كهداية انسانك برو رقايشي راست برو رقائشي درست بو بنيادناني كو ملغيشي مسلمان وصر راستو چاك ثاني مسلمان كقرآن اخواني لآدابي ما مستوتل بي قرآني
هويك بيش مشتق نيت يان بوخوا ساخ بما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أم حديثة مشهورة في يوتري أصل من أصول الإسلام لعمر يكون خطاب الرواية كراوة بلا مثل حديثة كمشهورة ومعروفة. إنما الأعمال بالنيات يعني همو كردويك حتما بس بنيتك يا خوي وحسابك ري همو كتكيش نيتك تايبت يا خوي تتو النيات تهي لبرخاتري خوا درسك الله يتوى لبرخاتري خوا أم قرآن في عربي لبرخاتري وزيادة البخويني أو أنا بتأكيد همو بأجر وحسابه بن أول طبعا كإنسان بأجر وحسابه بنيتك يساغبو بخواي فرودقار يعني بعبادة وحسابه أو كاتا همو من دبونيكي لرقاي فيربونك بوي بتو بعبادت هر لبر أوشك هر كسك لبر خاطري خوا علمك فير بوشاد يجني هر قرآن هر علمك يتر ولو هندسة وجبريش بفير ببي لبر خاطري خواي فر وديارك خدمتي مسلماناني في أبكا جائزة زكاة بدرت إلى زكاة مسلمانان شنك خاوني علمك يا علمك فياك كدعيب مسلمانان استفاده يا كم شد ضرورية إنسان نيتكي لبر خاطري خواي فر وديارك دوهم بمدح كردن وزم كردني واي لينه نيتك بقوري يان لخوي باي ببي يان اگر مدحيان كرزوري بي خوش بي اگر زميان كرزوري بي ناخوش بي او هر دوشي تأثيرك عتصر نيتك معنى وهشت نيتك بكاملي بوخوا ساغنا كردوت انجا ضرورية خوروشتي عالم وره بقلي لفيربونا متواضع بي چونك او كسي كفيريكا خاطنا مخنوي قرآني في روزة وقت كفير الدكا تو متواضعانا لبردستيا هل سوكوت كبوي كفير الدكا اجر تو خوش ناموستايوه چيش كفيركي توش مغرورانا واما كدرسكي بيبلي او ازعاج ببيو بروه لبرو تو ديسان فيوستا متواضع بهلوكو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرميت تواضعوا لمن تعلمون منه انجا لشوين اكترجة فرميت تواضعوا لمن تعلمونه او ايكا ليو فير بن متواضع بن بران بري ايوش بهمان شيو هل متواضع بنوا لكاتك أبخشن إيش ك خلق فيها كم في سنجا بصبر به نفس درج به تونك تلبي هار وهاج دي تلبي مزعج لجاري وهاي لكاتي خوانا تمالا سستا تلبا كان هميان وكو يقنين صبري على سر بقري أتاكو فيري أنا ك مجلسي قرآن في سنجا مجلسي كي جدي به مجلسي كي خشوع تيابه وقار تيابه يعني شخصيتي كي بارسون تيابه أو كساني دانشتون همنيان تيابه چون كمانا كقرآن نخوانن ملائكة دوليانا قرير رحمة إخوة يوردية تخواروا بيوست دور كونو اللا پيكنينو قاخاي پيكنينو نكتجرانو قصة كردنو صعبتو أمجورشتانا يعني دازبازي وجم وجم كردنو راك راك أمانا طبعا همو يجوي عامي قرآنك يا درس خواندنك تيكدا ديسان لآدابي قرآنك شوينكي قرآني ليخويني يعني درس قرآني ليخويني وتجويدي ليخويني بونمونا پاک بی خود پاک بی جلو برگت پاک بی شونک پاک بی هندی علماء فرمویانا که دزنجی ها بی طبعا بلام پیناسی لوی که فرز بی دزنجی ها بی چونکه علمائی که زوری جوک ایمان بن قیم رحمتی خوالی بی فرمی مرجنی دزنجی ها بی بلکو هر لشی پاک بی کافیه او شونانا ضروری همی پاک و خواهن بن ضروری نینوکت کرد بی فی سی لجر نینوک کانتانا بن بونمونا انجا ريش سنال مرتب كرابه يعني برسنالي كردبه و ريش ريشي دايه نابه بوني ناخوشي پيوانه به مجلسه کشي زحاج کا جلو برجي كي لبره نبه براسي لجلو برجي سر جاده كانت شه يعني انسان هاتو علم ورقلي حتى امام مالك رحمت اخوائي لبه هيتش حديثه كي ورنا قرتوه تاعتري لخوي ندابه بوني لخوي دا امام مالك رحمه الله عليه ولا مدينه طبعا شيء هيك حديث شيء بيو ورنا قلتوا هر وقت حديث كان بيو دانش تو نصر اجنو انجا حديث كان بوخندتو امام البخاري رحمه الله عليه وهم حديثي لبربو او هم حديثي كوكردتو امام البخاري رحمه الله عليه تصور كان 100000 حديث صحيح لبربو كخويبه صحيح زاني سوق كابراك سري الرجبه لبازار كابراك دريل قال من عليك دريان قال حيوانك بون مونك ابراهيم ليمن ويستي اسبكي بغداد ودسي خسناو قابك وناو شتيك وكرو كرويك الى اسبكي كربلان هيتشي تيانا بوي هذي خلطينا كانما جويت يا كايت يا شتيكي وانجا قرتي امام البخاري حديثي لي ورنقر وشرتك لمدينة وهاتب وبولاي بو يمن بورقتني او حديث لا يوكا ابراهيم لي ورنقر وتي لبرتو كفيال لو اسبكر دبي اشتواني درويك لم حديثي اوكي ولي ورنقر شو كبلاي او شخصانه ضعيف بون
أو أفرمي صد هزار حديث صحيح حمل برا دو صد هزار حديث غير صحيح حمل برا غير صحيح أو صحيح أنا لا يشيش وكل تلمذيان لا حاكميان لا ابن خزيمة لا يشيش تريان إن جاء أمامي بخاري عظيمة قوليا.